استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الذي أدى اليمين القانوني أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه في منصبه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة سعادة وزير الخارجية متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية الوطنية لخدمة البحرين وشعبها العزيز، مشيدا جلالته بما يتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهله للقيام بمهام عمله على الوجه الأكمل. كما تمنى جلالته حفظه الله لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية كل التوفيق والسداد في مهامه ومسؤوليته الجديدة، معربا أيده الله على اعتزازه بالإنجازات التي تحققها الدبلوماسية البحرينية على امتداد تاريخها العريق وبجهود كوادرها التي عززت من المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه رفع سعادة وزير الخارجية أسماء آية الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكدا أن توجيهات جلالته الكريمة ستكون نبراسا له في تأدية مهامه الوطنية.